حماتي اللي بتضرب، شو اعمل مع ابوهن البذيء، شو اعمل مع. بقولها بالاول ترميش كل متاعبك على شماعه غيرك، لانه اغلبنا بدنا ننقي المجتمع واحنا نفسنا نشوف بقولوا الخشب اللي بعين، نشوف مش الخشب، نشوف الحجار اللي بعين. قبل كل إشي لازم الواحد ينظر لنفسه ويكون هو مع نفسه صادق. وليش أنا بفكر السبب هالقد حب الناس أنا وحبي للناس هو صدقي، لأن أنا بحب كتير مجتمعي. يعني أنا كتير كنت مش معك محمد في إنه هالقد أنزل على مجتمع، أنا بشوفه كتير فيه زوان وكتير فيه قمح، كتير فيه ينبيع وكتير فيه قحط. أنا بشوف هذا مثل أي مجتمع، أنا بحبه كتير لمجتمعي، وبس بقول له البيئة ليست دفيئة. أنت ساعتها بصيروا هني ما يغربلوش منك إيش. بس اليوم مجتمعنا للأسف مجتمع عنيف، كيف بدي أحبه؟ بدور بفتش بالكبارة على الجوانب الجميلة اللي فيه، بالكبارة بجيب كبارة وبفتش، لأنه هاي هي نفسها جوز عنيف، هاي هي نفسها مرتي مسرسبة. بقول له دور لي بالكبارة على 10 إيجابيات، ولما بدك تستحضر بمشاعرك وجيب العياط قول إيه وحط 10 إيجابيات قدامك، تصير تستدرجهن وتصير تبتسم وتصير تضحك وتصير مبسوط. أنا إسا بدي أقول محمد، بدي أجي معك بأنه أنا بدي أقول بمسؤولية أنه إحنا عنا عادة التركيز على الأشياء السلبية عادة. يعني مثلا بيجي محمد بس يروح، بتيجي جارتي، بيجي ضيوف عندي، منروح على سهرة عروس، على سهرة منروح نحكي على أشياء اللي سلبية، السلبيات مش الإيجابية. فأنا بقول إسا من يوم وغاد، وهذا اللي أنا بقوله لكل جمهوري اللي بلتقي فيه، بقول من يوم وغاد لازم نصير نركز عشان أولادنا يصيروا، لأنه أنا النموذج. شفتوا ما أحلى عادته، شفتوا ما أحلى ضحكتها، يا الله. ومع خالتك ومع عمتك ومع حماتك ومع جارتك بتصير تقول لك والله صاروا يحبوني، صاروا يحبوني أولادي. أما يخرب بيته، ما قال حياة، ما قال وعيهن كيف قدموا الأكل، ما قال. لما منضلنا ننتقد منضلنا ندور بدائرة مغلقة بالانتقاد وبالغير مستحب. عشان هيك أنا بقول لهم بدكم تربوا تربية إيجابية، تشوفوش المغير مستحب، شوفوا المستحب. سهل جدا أنك تقول إيه سيبك من إيه تلغي، ما عملوش، عملوا ساو. سهل جدا، ولكن أحلى بكتير أنك تقول لا والله لسه في الدنيا خير، لا والله طلع شو صار اليوم مع هذا الإنسان العظيم اللي كيف تصرف بهذا الشكل اللي الأصيل بالمكان الفلاني. وهيك احنا نعمل عدوى إيجابية لبناء الروح. محمد احنا مش رايقين، احنا ناس مستعجلين، مثل كأنه بدنا هالولد يربى من الهوى. ليش احنا مستعجلين يا اختي؟ مستعجلين ليه؟ عايش دلاته، وقف وروق. ما هي التربية الإيجابية؟ التربية الإيجابية، بدي أنتك هاي كمان، التربية الإيجابية هي بعكس تماماً كل قضية. لما الأبو تستنفذ الوسائل من بين إيديه، اللي هي باجي بمصعك، باجي بكسرك، فش تلفزيون، فش تروح عند ستك، ممنوع، فش كل هاي الأساليب اللي فيها أنا بحسها قمع. مش بس قمع، حتى أنا بستغرب يعني كيف بدي يمسعه، كيف بدي يجي كسره، بدي أشفش فريقك، أو من كتر الحب وكيرتك تموت، من كتر الحب بدي أموتك، من كتر الحب. أنا سمعتها من أمهات ريتك تفطسي من كتر الحب. وأنا بقول لكل حدا بقعد قبالي وبدو يسمعني بقول له إذا بدكش تتغير، يعني بدناش نغير أولادنا، إحنا مش جايين نغير أولادنا، إحنا جايين بدنا إحنا نتغير، بدنا نبدأ في فينا أسلوب جديد. وبدأ أبدأ أراقب وأقرر، أراقب نفسي، هل أنا كل يوم الصبح بقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر، ولا بقول سبحان الله شكرا اللي خلق لي هالنعمة، نعمة بتضربوها
نعمة بتقصصوها، نعمة عندك بين ايديك، نعمة. فاربط ايديك، هاي واحد التربية الايجابية، اربط لسانك، قرر قرر تصير تشوف المستحب وتتجاهل الغير مستحب. وهذا إسا بما اني فلسطينية محمد، كتير حابة احكيه. انا كفلسطيني لما باجي بقول لابني تبكيش، مش لازم تبكي. لما بيجي ابني حامل تجربة حلوة او غير حلوة بدي يحكيها، بدي يعبر فيها عن مشاعره، وبدي استنطقه واستدرجه اخليه يعبر عن مشاعره، لانه الانسان احنا قلنا خلق عنده مليان انواع مشاعر. انا بحس انه منخليه يصير قاحل، منصير بيصير جاف صحراء بالمفردات. وتعال شوف الشعوب اللي ربيت على قصة، على مسرحية، على أغنية، على نص أدبي، على حكاية شفاهية، وخليته يصير يعبر. كل ما حكيت له قصة يعبر عن مشاعره، أنا ما استحلتهاش، أنا حبيت هاد. لما يروح على المدرسة والمعلمة تصيح عليه أو يأكل أكل من صاحبه ويروح، بدل ما هقول له يا نذل تأكل قتلي، سدله إياها، طبشه طبشه. ولما يجي يقول لي يابا، قال لي أبو أحسن من أبوه، ما فشر فشر فش في اللغة العربية فشر. أنا بدي أدربه، أنا بدي أعطيه، أنا بدي أغنيه. وهذا اللي أنا بقوله بالمقدمة هون، مش بس بصير عنده رؤية، بصير عنده غنى، بصير عنده تجارب. لما أنا بحكي له قصة، بسمعه غنوية، بشوف مسرح، حكايات شفاهية، أنا بغنيه بمفردات، أنا بغنيه بأحداث، أنا بغنيه بخبرات، أنا بغنيه بأنه بصير يقدر يحلل. وكمال هو عمليا لما دخل قصة عشقه مع كشكش، أيوة، بدأ يرسم ويعمل الديزاين للقصص. أيوة. وكمال اللي بيميزه إسا أنه هو مدير أعمالي، وهو اللي برسم وهو اللي بصدر. وإحنا عندنا دار اسمها دار الإلهام. دار الإلهام، دار الإلهام، دار الإصدار تبعنا. حلو جدا. مش مرتبطين ولا بجسم. بديت بدي أصدر قصص علاجية صرف، يعني مش قصص فراس ولا قصص هنا للرضيع ولا قصص. اللي بدي أخذ مواضيع زي ما ذكرنا تحرش جنسي، بدي أخذ موت، موت الأطفال، بدي أعرف الطفل على لما يسأل ليش راح سيدي، وين راح سيدي، كل قضية المواضيع اللي منسميها تابو، الصعب نحكي عنها سابق. في قصص بقدرش أجي أسمي طفل من أطفال مجتمعنا وأحط عليه، أركب عليه القصة. فاخترعت اسم اللي مش موجود بمجتمعنا، اللي هو تحببي، اللي هو كتير حلو، كشكش. وكمال بدع، يعني هقول لك شغل الروح للروح بالرسم، بدع في انه يرسمه مش من الرسم الواقعي، مش مثل هنا بسلسلة هنا، مش مثل فراس، بده يرسم رسم اخر اللي هو أيوه. كشكش. ايوه، بدنا نطلع بفكرة جديدة، غير نموذج، بطابع جديد غير نموذج فراس. طيب ممكن نشوف اطلالات منها؟ اطلالات منها اللي حكينا عنها، اللي هي كشكش يسأل كيف ولد، اعطيك كشكش يحب الحيوانات، او كشكش حارس القلعة، كشكش مع جدي هو جدتي، كشكش أسنانه أسنان كشكش. أنواع من القصص اللي حتى للرضيع، كشكش ينام بسريري، كشكش في الروضة. كيف كمال ابنك حبيبك حبيبي دخل على خط كشكش؟ كيف المسار تطور لحد اليوم؟ حلو كتير السؤال، حلو كتير. أولا كنت بدي رسام آخر بصفة أخرى وبمميزات أخرى وبنظرة أخرى للقصص الأطفال، غير المعهود، غير المعهود. هاي واحد. تنين، هو أصلاً قلنا بداخل كل طفل نجم، هو في بداخله نجم الرسم، يعني هو موهوب رسم، وهذا أنا بعرفه وشفته وطورنا له إياه، طورناه بشكل كتير مهني. يعني أنا وأبوه اشتغلنا على هذا الجانب حتى يتطور. ولما اجى حتى يدرس الجرافيك ديزاين، قالنا انا بديش ادرس لا زيك ولا زي ابوي، ابو مهندس، ولا زي اختي، اخته مهندسه، ولا زي بديش انا بدي ادرس. كان بالنسبه لنا شيء جديد كليا، تعطيني النص تبعك واقبليني بالرسم اللي انا بدي اياه. فمرقت له اول نص،
أقول لك